welcome to Sohada Kuri Fashion Show and Collection 2015. Now, as you can see, the models behind me and the makeup and hair team, we're creating the look for this fashion show. The makeup that I designed is it's look ethereal, it's look like wet, it's look like virgin fresh with innocence. So I decided to put some glitters around the eyes and a lot of highlights, and the skin, the foundation is like their second skin. It's all about freshness and highlights in the lips and eyes and the nose. And for the hair, I'll just tie up the hair, then exaggerate the baby hair and their hairline and wet, so it looked like they came out from the water. It's the sign of forest, like Adam and Eve, as a designer. Inspiration for this fashion show. And thank you for watching us. This is Giorgio Dantes Padua. Thank you. مساء الخير، معكم جهاد حويك مدير التسويق بمجوهرات معوض. نحن موجودين اليوم بإيفنت أتولي أم بذكرى السنة على تأسيسهم. دعونا لنشارك بالعرض الأزياء يلي رح يسووه الليلة مع المصمم سهاد أكوري. فنحن رح نكون ملبسين كل العرضات مجوهرات من معوض. جبنا معنا كمان اليوم بهيدي المناسبة هيدي الحقيبة، حقيبة ألف ليلة وليلة من معوض، حقيبة كلها من الألماس، حيزة على شهادة جينيس لكونها أغلى حقيبة يد انصنعت بالعالم بمبلغ 3.8 مليون دولار. في معنا كمان أطقم ألماس من آخر تصاميم معوض لمجموعة الأعراس، وفي عنا ماستر بيس كمان من معوض هون موجودة معنا، ست كتير مميز كمان. نحن كتير فخورين انه نكون جزء من هيدا الايفنت الليلي ونشارك اتليي ام ذكرى السنه، وان شاء الله بنتمنى لهم مزيد من التالق والتقدم بشكل دائم. مساء الخير، اولا احب امسي عليكم. اليوم نحن طبعا في الفاشن ولكن بجميع انواع اليوم بكل اكسسوارات، يعني ريحه جميله اللي هي العطور، مجوهرات جميله، وبالاضافه الى الفاشن، بالاضافه الى الوجوه الجميله، بالاضافه الى الافكار الحلوه الجديده اللي على حسب الموضه. اتمنى ان نحن نقضي وقت ممتع، وانتم ان شاء الله تكونكم رؤيه ونظره جميله من خلالها تاخذون بعض الاشياء، بعض الاكسسوارات الجميله، وتجملون حياتكم بها. اشكركم واحييكم وابعث لكم بوسه. مع تحيات عبد الله بالخير.
العرض عم يتحضروا وراي وان شاء الله يكون العرض حلو باذن الله. في طبعا اكيد اخر قطعه هي اهم شيء عندي رح تكون ميكس ما بين اللون الابيض واللون الاحمر، رح اتركها مفاجاه للكاميرا. مشاهدين قناة مسايا، بحب مسيكم ونحن كتير مبسوطين انتم معنا الليلة لانه اكيد نورتونا. معكم ميرفت غانم رئيس تحرير مجلة نيوز اريبيا الراعي الاعلامي للحدث. ما شاء الله انتم شايفين نخبة كبيرة من النجوم معنا الليلة للاحتفاء بالعيد الاول لأتوليي ام بالتعاون مع المصمم الموهوب بمجموعة الجيدي سهاد عقوري. بتمنى انه انتم تنبسطوا مثل ما نحن فرحانين ومبسوطين بنخبة من نجوم المجتمع والفن الموجودين معنا الليلة، وعلى امل ان شاء الله يعجبكم العرض. بترككم بامان الله.
My name is Altine Nasirova. I'm Miss Kazakhstan. I came to Dubai for fashion show to Sahara Kuri. And we are at Atelier M right now at Dubai. So enjoy. يعطيك العافية سهاد، دائما مبدع. مبروك سهاد، كثير حلو كان الشو. Congratulations سهاد، كلش حلو. حبيبي سهاد، الله يوفقك ان شاء الله وكل التوفيق يا رب. تستاهل كل خير سهاد، الف مبروك. ثانك يو كلكم لانه جيتوا، كلكم ثانك يو ثانك يو ثانك يو. سعيدة اليوم بحضور عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي سهاد عقوري، أخ صديق ومصمم أكثر من رائع ومبدع دائما. أكيد سعيدة بنجاح هذا العرض اليوم وأتمنى لك كل التوفيق. تابعوني على مسايا أريام. الممثلة، قبل كل شيء خليني أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، مناسبة السنة الجديدة وإن شاء الله كل سنة خير على جميع الأمة العربية والإسلامية وجميع العالم. الآن أنا في إيفنت جدا جميل جدا رائع، وأقول إلى جميع مشاهدين قناة مسايا إلى اللقاء. Good evening. My name is Sean Krasny. I'm the designer of the most expensive dish in the world that we are selling for 30,000 euro a dish. It's going to be a World Guinness record. And I'm sponsoring this dish along with Atelier M, which is one of the best French restaurants in the Middle East. The dish will be in a limited selection of only 30 dishes will be sold this year. It's made out of a plate of a shell, out of silver, 70 carats of diamonds, and three citron stones, precious stones, beautiful yellow color. And I had this privilege to design this dish in Dubai, and hopefully we will succeed it. I'm very, very happy to give this interview to Masaya. مرحبا تلفزيون مسايا. احنا هلا بال 1 year anniversary تبع Atelier M we're having an amazing time with beautiful fashion, jewelry and perfume from 212 VIP. We hope you enjoy it and congratulations again to Mohammed for an amazing event. Thank you. اهلا وسهلا فيكم، انا اسمي زينة عبيد، ميك اب ارتست. اليوم انا حضرت هذا الفاشن شو، كثير كان حلو ويعني
ريلي المجوهرات والفاشن كل شيء كان بيرفكت. مساء الخير مسايا تي في ولكل المشاهدين. انا ادم الزيات مصمم ازياء وهلا متواجدين نحن باتوليه ام بمناسبه العيد السنوي وبذات الوقت ايفنت كثير امبورتنت وكنا عم نحضر شو تبع صديقي كمان مصمم سهاد عكوري وبتمنى له كل التوفيق وان شاء الله يعني نقدر نقدم لكم كل شيء جديد عبر مسايا تي في. مسايا تي في معكم شهد الجميلي. اليوم احنا بالذكرى السنويه لاتيليير ام مع الفاشن شو المصمم سهاد عكوري. صراحه الايفنت كثير حلو. It's very well organized. News magazine did an amazing job. والكولكشن اللي قدمها سهاد عكوري كانت صراحه كثير حلوه وغريبه وديفرنت عن الكولكشنز اللي متعودين نشوفها قبل. وبالنسبه لي شخصيا لاني بالمجال الازياء ومجال الفاشن كثير عجبت بطريقه الديتيلز اللي حاططها بالكولكشن الجديد وان شاء الله نترقب نشوف شنو يجي جديد منا بالايفنت القادم وبالسنه الجايه وان شاء الله اشوفكم قريبا على مسايا تي في. ثانك يو. Thank you for coming to Atelier M. Here is Masaya TV. We have one of the amazing dish today, which is a Guinness Book of World Record 70 carat diamond with platinum caviar, John Dory, Dover sole, and truffle puree. Thank you for coming over here. I'm Mohammed Islam. Hope you're having a great time, and this is a Masaya TV. Have a lovely evening.